شكرا لك اعتدال، واهلا بكم مشاهدينا في موجز لاهم الانباء. تبحث جامعة الدول العربية الثلاثاء في اجتماع ثلاثي يترأسه الامين العام للجامعة سبل دفع عملية التسوية السياسية للازمة الليبية. المتحدث الرسمي باسم امين عام الجامعة محمود عفيفي قال ان الاجتماع يهدف الى توحيد وتنسيق الجهود العربية والافريقية والاممية الرامية الى تشجيع الحوار السياسي بين الاطراف الليبية وتأمين الدعم الدولي والإقليمي لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي. وأضاف عفيفي أن بيانا مشتركا سيصدر عقب الاجتماع يحدد سبل الارتقاء بالتنسيق القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول ليبيا. أكد مصدر ليبي بوزارة العدل إتمام إجراءات الإفراج عن البحارة الروس المحتجزين في ليبيا بعد صدور حكم ببراءتهم في اليومين الماضيين. المصدر قال إنه تلقى تأكيدات بصدور الحكم بالبراءة والبدء في تنفيذه، مشيرا إلى أن النيابة العامة الليبية يمكنها الطعن في قرار البراءة. هذا فيما تجدر الإشارة إلى أن الناقلة ميخانيك تشيبيتروف قد ألقي القبض عليها، وهي التي تحمل علم روسيا للاشتباه بشروعهم في تهريب الوقود والمحروقات من ليبيا منذ أكثر من عام. أعلن حكماء وأعيان مدينة مصراتة عن تمسكهم بمبادئ ثورة 17 فبراير التي من شأنها بناء دولة لا مكان فيها للعسكر. ودعا حكماء وأعيان مصراتة في بيان لهم المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم لفترة مؤقتة حتى انتقال السلطة سلميا. وفي ذات السياق أكد تجمع ساحات وميادين الثورة بمدينة مصراتة في بيان له دعمه لعودة المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ. أعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي إنقاذه 2200 مهاجر قبالة السواحل الليبية والعثور على 16 جثة أخرى. خفر السواحل قال إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم خلال الأيام الثمانية الأخيرة وصل إلى 10700 مهاجر، إلى جانب 66 لقوا حتفهم. وكما تم الإبلاغ عن 21 زورقا بدائيا قبالة السواحل الليبية تستعد لعبور البحر باتجاه السواحل الإيطالية حسب الخفر. يشار إلى أن 3700 شخص على الأقل لقوا مصرعهم خلال عمليات عبور حسب إحصائيات الأمم المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.